بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، لازلنا نتواصل وياكم من أرضية ميدان الفليق لسباقات الهجن، درة ميادين السباقات بالسلطنة. تابعنا أربعة أشواط خاصة بالتسعيرة، فهنيئا للذين حالفهم الحظ، وهنيئا للهجان السلطانية باقتنائها أفضل السلالات المتنافسة فيما بينها. إذا ينطلق في هذه اللحظات أيها الإخوة المشاهدون أول الأشواط النقدية، شوط رئيسي مخصص للقاية البكار. مسافتنا هي 5 كيلومتر ضمن فعاليات هذا السباق العام الذي يقيمه وينظمه شؤون البلاط السلطاني بالتعاون والتنسيق الفني مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن، مقدرين هذا الجهد وهذا التعاون الكبير. إذا أذهب بكم مباشرة مع انطلاقة هذا الشوط هناك مباشرة مع الشاهينية ناصر بن سليمان بن سالم لوهيبي، من يقدم لنا الماركة الشاهينية في أول المنطلقات والباحثات مع انطلاقة هذا الشوط الرئيسي. أما المركز الثاني هناك التواجد من بدية عبد الله بن طويرش بن محمد لوهيبي، من يقدم لنا بدية في ثاني المنطلقات. هناك المركز الثاني التواجد أو المركز الثالث التواجد الآخر من شعار حمد بن محمد بن سالم لوهيبي على ظهر غير واضح الرقم معي. هناك آخذ شعار الطوقي على المركز الرابع، هناك شواهين راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي، من يقدم لنا شواهين في رابعة التحديات. أما المركز الخامس هناك أسياد علي بن محمد بن سالم اليابري، تريد أن تتسيد هذا الموقف. أما المركز السادس التواجد الآخر هنا من زيارة راشد بن حمد بن سعيد الجعفري، يقدم لنا زيارة. أخذ المركز السابع هنا التواجد من هذه حملة الرقم 18 هملولة سعيد بن حمد بن محمد ألوهيب. المركز الثامن هنا التواجد من هذه تراجع زيارة. إذا أخذ المركز التاسع في هذه اللحظات هناك صبا سعيد بن محمد بن سالم الحارثي. والمركز العاشر هناك التواجد من الواعية وناصر بن سليمان بن سالم الوهيبي، من يملكها. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام للعشر الأسماء المنطلقة والباحثة عن هذا الشوط وعن نقطة ذهبية من هذا المهرجان. أعود مباشرة مع القيادة مع الصدارة هناك مع بدية التي تسيطر كل السيطرة إلى حتى هذه اللحظات. بدية عبد الله بن طويرش بن محمد لوهيبي، من يقدم لنا بدية منذ بداية انطلاق هذا الشوط ومركز كل التركيز. هذا الشعار المميز، هذا الشعار الغني عن التعريفات. أخذ المركز الثاني، هناك التواجد من شديد راشد بن سالم بن حاكم المالكي. هنا المركز الثاني التدخل من شواهين راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي، من يقدم لنا شواهين. يا السلام. إذا هنا المركز الثالث هملول سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا هملول. أذعناها قبل لحظات بالغلط ولكن نعتذر. إذا المركز الرابع هناك التواجد من هملول وسعيد بن حمد بن محمد لوهيبي، من يقدم هملول على مستوى رابع المراكز. المركز الخامس هنا التواجد من الشاهينية الغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي، من يقدم لنا الشاهينية. يا سلام. إذا المركز الخامس أو المركز السادس هنا التواجد الآخر من هذه الشاهينية أيضا ناصر بن سليمان بن سالم الوهيبي. والمركز السابع التواجد الآخر هنا من الواعية ناصر بن سليمان بن سالم الوهيبي. والواعية بدأت تقلص
المسافة ضعناها قبل لحظات في المركز العاشر، وهي تبدل ما بين المواقع من مركز إلى مركز. إذن المركز الثامن هناك، المركز الثامن غزلان حمود بن سلطان بن حمود اليحافي، والمركز التاسع هنا المندفعة يا سلام، هناك شعار الحارثي يتواجد على ظهر صبا سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي، والمركز العاشر تراجعت هناك هذه نعم في عاشر المراكز الواعية ناصر بن سليمان بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا للمرة الثانية، أذعناها للمرة الثانية، ولكن أعود إلى المقدمة لأشاهد وأتابع ماذا يجري هنا من تغيير. لكن لا تغيير، لا تغيير هنا في المقدمة. أعود مع بدية، أعود مع بدية مرة أخرى هنا مع عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي، وهنا المركز الثاني شعار هذا سيب بن مرهون المعمري على ظهر الشاهينية. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا تقدمت إلى المقدمة وأعلنت الخطورة في الألف والخمسمائة متر المتبقية من هذا الشوط، غيرت مجريات الأمور لصالحها، تراجعت بدية على المستوى الثاني. إذن المركز الثالث هناك شعار الوهيبي ناصر بن سليمان بن سالم الوهيبي على ظهر الشاهينية. الله الله الله، الجحافي قادم على مستوى رابع المراكز، غزلان حمود بن سلطان بن حمود اليحافي. يا سلام يا سلام يا الشعارات المميزة، أيضا وصلنا شعار العسكري وأول نداء لهذا الشعار، أهلا وسهلا بهذا الشعار القادم من الصفوف الخلفية الشاهينية حمود بن عبد الله بن سالم العسكري. بدأت الأمور في الاختلاط في هذه اللحظات بعدما وصلنا إلى هنا لائحة الكيلومتر الأخير المتبقي من هذا المسار، مسار الخمسة كيلومترات، هذا المسار الصعب. أعود مع شعار المعمري، هنا الشاهينية سيب بن مرهون المعمري من يقدم لنا الشاهينية. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت تباعد الجموع في هذا المسار. إذن المركز الثاني هناك التواجد من غزلان حمود بن سلطان بن حمود اليحافي، من يقدم لنا غزلان المركز. هناك وصلنا شعار السليمي، وصلنا شعار السليمي على ظهر هذه اللي هي الظبي. إذن محمد بن عامر بن حمود السليمي، يا سلام يا سلام. لكن أعود مرة أخرى مع القيادة، مع السيطرة، مع شعار المعمري. يا سلام، لكن تابع للهجوم، تابع للقدوم. الله الله الله، أوصلت الظبي، أوصلت الظبي، أعلنت الخطورة، أعلنت التحدي. الظبي ولا الشاهينية؟ إذن الظبي 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 تغير مجريات الأمور، وتلاحقوا ظبيان ليه مثلنا يطرم بناته قاطعات الهنة. الله الله الله، إذن الظبي في الأمتار الأخيرة ولا الشاهينية؟ الظبي 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 هي الأقرب، هي الأقرب إلى خط النهاية. إذن محمد بن عامر بن حمود السليمي خط النهاية، واللحظات الأخيرة تهانينا والناموس معلنة الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك سيب بن مرهون المعمري، ثالث المراكز سهرة عبد الله بن حمد بن حميد بن راكان الوهيبي. نعود بالتهنية والناموس مرة أخرى لمالك الظبي محمد بن عامر بن حمود السليمي بمناسبة هذا الفوز في انتزاعها أول الأشواط النقدية. تهانينا والناموس والتهنية أيضا لجميع الإخوة الفائزين في هذا الشوط.